تعلمت مع طلال الرواحي وجلال الخويطري. علمني المطر بأنه لا توجد أحكام مطلقة في هذه الحياة، فالسقوط مثلا لا يعني النهاية بالنسبة إليه، بل هو أجمل بداية. فلنجعل سقوطنا وعثراتنا بدايات قوية لقادم أجمل بإذن الله. علمني المطر عند العطاء لا نميز، لا نفرق بين من نعطي، لأن الجميع سواسية، خصوصا إذا كان التركيز على الغاية والمحصلة النهائية. فالمطر ينتج من عطائه عطاء آخر، هكذا يجب أن نكون عندما نعطي، متى ما آمنا يقينا بأن عطاءنا سينتج عنه عطاء آخر. علمني المطر الفطنة والحكمة والشمولية في تلبية احتياجات الجميع، فيعطي كل ذي حاجة حاجته لينثر بذور السعادة في قلوبهم، فما أجملنا إذا استطعنا أن نحقق كل ذلك. علمني المطر أن أتخيل لهفة وشوق وانتظار تلك الأرض الجافة لزخاته بعدما اغبرت وأصبحت تتوق لعناقه، وما أن يأتي ذلك الحبيب حتى يجد أحضانا قد أرهقها طول الانتظار، ليكون نتاج ذلك العناق وفرة بعد شح، وخصبا بعد جفاف، وجمالا بعد ذبول. ففي حياتنا الكثير ممن نستطيع أن نحول حياتهم سعادة بعد حزن، وراحة بعد عناء، وأملا بعد ألم، فلنكن كذلك ولا نرهقهم بطول الانتظار. علمني المطر أنه من المهم أن يكون لوجوده أثر طيب في نفوس الآخرين، ومن الأهم بقاء ذلك الأثر حتى بعد غيابه. فبعد انقطاع ترى آثاره الطيبة في كل مكان يحيط بنا، فلنقتدي به في ذلك، خصوصا إذا أدركنا بأن وجودنا سينقطع يوما ما في هذه الحياة، فهل سيكون له أثر؟ علمني المطر ألا نستهين بقطراته الصغيرة، وأن نقف احتراما وتقديرا لذلك العمل الجماعي البارع، لندرك بأن الصغير مع الصغير يصبح كبيرا، ونتاجه يصبح أكبر، متمثلا في تلك الأودية الجارفة التي نقف بتمعن أمام قصة بدايتها، وهي قطرة مطر صغيرة. وهذا درس عميق بأن لا نستصغر أي شيء في هذه الحياة. مما تعلمت مع طلال الرواحي وجلال الخويطري.